بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الفرقة الأولى بكلية الزراعة جامعة دمياط وأبناؤنا طلاب العلم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء والجزء الأخير من سلسلة المراجعة الشاملة التي نجريها على مقرر مورفولوجيا وتشريح النبات هذا العام، وهو الجزء 22، وسوف نقوم فيه باستكمال باقي أسئلة ارسم او وضح بالرسم. ونمط تاني من الاسئلة ممكن يجي لك، وهو صمم مخطط يوضح جزء معين من الاجزاء اللي انت درستها في هذا المقرر. وهنبدأ على طول علشان ما نطولش عليكم. واول سؤال عندي بيقول صمم مخطط يوضح طريقة تكشف الانسجة الابتدائية والثانوية في الجسم. هو المخطط رسمه بسيط وفكرته بسيطة جدا، وده سؤال يعتبر سهل جدا، بس لازم تكون فاهم عملية النمو والتكشف بتتم ازاي في الجذر. طبعا احنا شرحنا مناطق الجذر المختلفة، وعرفنا ان الجذر بيكون من 5 مناطق، هي القولونسوة، ودي عبارة عن طبقة من خلايا برانكيمية بتغلف القمة النامية للجذر عشان تحميها من الاحتكاك بحبيبات التربة. يليها القمة النامية او الميريستيم القمي للجذر اللي هو بيكون من خلايا انشائية، ثم منطقة الاستطالة، ثم منطقة الشعيرات الجذرية اللي بيكون تم فيها نضج جميع الأنسجة وتكشفت جميع الأنسجة الابتدائية التي تبني الجذر. يليها المنطقة الأخيرة من الجذر وهي المنطقة الدائمة اللي بتخرج عليها الجذور الجانبية، وفي نفس الوقت بيحصل فيها النمو الثانوي في حالة جذور نباتات ذوات الفلقتين والنباتات عاريات البذور. وطبعا احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن تركيب الميريستيم القمي. الميريستيم القمي ده طوله بضع مليمترات فقط، لكن قلنا ان بيكون من جزئين، جزء صغير جدا بيبقى موجود في طرفه هو الميريستيم الانشائي، وهذا الميريستيم الانشائي بيتكون من عدد قليل من الخلايا الانشائية بتختلف باختلاف المجموعات النباتية زي ما وضحت قبل كده. بيالي الميريستيم الانشائي المشتقات المباشرة له، المشتقات المباشرة اللي هي ايه؟ الخلايا اللي نتجت من انقسام البدايات الميريستيمية بتاعة الميريستيم الانشائي، وهذه تتميز وظيفيا الى 3 انسجة انشائية او 3 اصول للانسجة، هي البروتوديرم اللي بنقول عليه منشئ البشرة او اصل البشرة، والجراوند ميريستيم اللي هو الميريستيم الاساسي اللي بيعطي النسيج الاساسي في الجذر، واللي بيشمل اي النسيج الاساسي في الجذر بيشمل القشره والنخاع والاشعه النخاعيه، والبروكامبيوم، والبروكامبيوم ده اللي هو اصل الانسجه الوعائيه، يعني ده اللي بيديني الانسجه الوعائيه الابتدائيه في الجذر اللي هي الخشب الابتدائي واللحاء الابتدائي، بالاضافه الى انه بيكون البريسايكل. وبالتالي لما اكون فاهم تركيب الميريستيم القمي وعارف الكلام ده كويس، هقدر اعمل مخطط بسيط يوضح طريقة تكشف الانسجة الابتدائية والثانوية في الجذر. ببدأ المخطط ده بان انا باجي على الشمال هنا بكتب بروت ابيكال ميريستيم اللي هو الميريستيم القمي للجذر، واطلع منه 3 اسهم، ال3 اسهم دي بتوضح ال3 انسجة الانشائية اللي بيكون منها، وهي البروتوديرم والجراوند ميريستيم والبروكامبيوم. بالنسبة للبروتوديرم ده اصل لايه؟ اصل البشرة في الجذر، فبتعطي خلايا تم وتتشكل لكي تكون البشرة في الاجزاء البالغة من الجذر. فبعمل سهم من البروتوديرم كده واكتب في نهايته ابيدرمس، يعني البروتوديرم هيكون لي الابيدرمس او البشرة في الاجزاء البالغة من الجذر. اما الجراوند ميريستيم، فالجراوند ميريستيم ده بيديني النسيج الاساسي في الجذر اللي هو عبارة عن القشرة والنخاع والاشعة النخاعية ايضا. فبكتب جراوند ميريستيم وسهم منه كده في النهاية، بكتب الكورتكس اللي هي القشرة اند بث اللي هي النخاع. السهم الثالث اللي هو بتاع البروكامبيوم اللي هو اصل الانسجة الوعائية، قلت بيعطي خلايا تم وتتشكل لكي تكون البريسايكل، فاعمل منه سهم لتحت كده واكتب البريسايكل، وبخلايا اخرى بتم وتتشكل لتكون الخشب الابتدائي والنخاع واللحاء الابتدائي في الجذر، برايمري زايلم اند فلويم. تمام كده
انا وضحت تكشف الانسجه الابتدائيه من الميريستيم القمي للجسم. طالب ايه تاني؟ بقول لي الانسجه الثانويه ايضا، يعني المخطط مطلوب فيه تكشف الانسجه الابتدائيه والثانويه في الجسم. فانا وضحت الانسجه الابتدائيه، الانسجه الثانويه بقى تتكشف منين وازاي؟ احنا عرفنا ان البروكامبيوم في الجذر، لما شرحت النمو الثانوي في الجذر وقريت ترجعوا له، قلت ان بيبقى في صف من البروكامبيوم، صف من خلال بروكامبيوم بيتبقى بين اللحاء والخشب، وبيبقى على هيئة شريط طبقي كده على الجانب الداخلي للحاء. لما بيجي يحصل النمو الثانوي بينشط الصف ده، يعني بتنشط خلايا البروكامبيوم الموجودة على الجانب الداخلي للحاء وتنقسم بحيث تصل اطرافها الى البريسايكل. فالاجزاء بتاعت البريسايكل اللي بتقع بين اطراف الاشرطه الطبقيه البروكامبيوم بتستعيد القدره على الانقسام، تتحول لميريستيم ثانوي وتربط اطراف اشرطه البروكامبيوم ببعضها بحيث تكون حلقه كامله من الكامبيوم بنسميها بالكامبيوم الوعائي. والكامبيوم الوعائي بقى هو اللي يبدا ينقسم علشان يعطي اللحاء الثانوي والخشب الثانوي. وبالتالي لما اجي بقى اعبر عن تكشف الانسجه الثانويه في الجذر، تمام، هعمل ايه؟ هاخد سهم من البريسايكل وسهم من البروكامبيوم الاتنين هم مع بعض واكتب قبلهم فاسكولار كامبيوم. ده معنى ايه؟ ان الكامبيوم الوعائي جزء منه بيتكون من البروكامبيوم وجزء تاني بيتكون من البريسايكل. حلقة الكامبيوم الوعائي اللي هي الفاسكولار كامبيوم جزء منها جاي من البروكامبيوم والجزء التاني المكمل له من البريسايكل. بعد كده بطلع سهم من الفاسكولار كامبيوم واكتب قباله سكندري زايلم اند فلويم، الخشب الثانوي واللحاء الثانوي. يعني ايه؟ يعني الفاسكولار كامبيوم اللي اتكون ده هينقسم ويعطي خلايا تنمو وتتشكل لكي تكون الخشب الثانوي واللحاء الثانوي. وعرفنا ايضا ان نتيجة تكوين الخشب الثانوي واللحاء الثانوي بيزداد قطر الاسطوانة الوعائية وتضغط على الانسجة الخارجية فتسبب تمزق البشرة والقشرة. اما البريسايكل اللي هو بيمثل الحد الخارجي للاسطوانة الوعائية ويلي اخر طبقة من طبقات القشرة فما بيحصلوش تمزق. وقلنا ده بيرجع الى ان خلايا البريسايكل دي خلايا حية اثناء حدوث النمو الثانوي بترتد للحالة الميريستيمية وبتنقسم في اتجاهين، اتجاه عمودي على السطح الخارجي عشان تزود عدد الخلايا في طبقة البريسايكل فتقوم تتسع وتجاري الزيادة اللي بتحصل في قطر الاسطوانة الوعائية، وتنقسم ايضا بجدر محيطية يعني موازية للسطح علشان تزود عدد طبقات البريسايكل. يعني بعد ما كان البريسايكل مكون من طبقة واحدة او صف واحد يصبح مكون من عدة صفوف. الحكمة من كده ايه؟ ان لما الاسطوانة الوعائية تتسع نتيجة النمو الثانوي بتتمزق البشرة والقشرة ويبقى البريسايكل، فمن اول طبقة من طبقات البريسايكل يتكون الكامبيوم الفليني اللي هو هينقسم ويكون لي بيريديرم يحيط بالانسجة الوعائية علشان يحميها بعد زوال البشرة والقشرة، اي بعد تمزقهم وزوالهم عن الجسم. علشان كده عاملين سهم تاني هنا هم من البريسايكل ان هو بينشأ منه الكور كامبيوم اللي هو الكامبيوم الفليني اللي هينقسم ويكون لي نسيج البيريديرم اللي هيحل محل البشرة والقشرة اللي حصل لهم تمزق بفعل النمو الثانوي. تمام، على ما اعتقد ان المخطط بسيط وهراجع عليه تاني بسرعة علشان اثبته في ذهنك. بنقول الروت ابيكال ميريستيم اللي هو الميريستيم القمي بيتميز الى ثلاث اصول للانسجة او ثلاث انسجة انشائية. النسيج الاول اللي انا ماشي عليه بالمؤشر ده اللي هو البروتوديرم او اصل البشرة، وده بيعطي البشرة في الاجزاء البالغة من الجذر. الجراوند ميريستيم، الجراوند ميريستيم ده اللي هو الميريستيم الاساسي هيعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون القشرة والنخاع والاشعة النخاعية كورتكس اند بث، تمام، اللي هما بنسميهم الجراوند تيشو او النسيج الاساسي. بعد كده الجزء الثالث من الانسجة الانشائية اللي هو البروكامبيوم، وقلنا البروكامبيوم هيعطي حاجتين، هيعطي البريسايكل
ويعطي الأنسجة الوعية الابتدائية اللي هي البرايمر زيلم أند فلويم. البريسايكل اللي كون ده بتنشأ منه الجذور الجانبية اللي هي اللاترال روتس. كده أنا اتكلمت عن تكشف الأنسجة الابتدائية. أما بالنسبة لتكشف الأنسجة الثانوية فلازم يكون عندي الأول حلقة من الكامبيوم الوعائي. الحلقة دي جزء منها بيجي من البروكامبيوم والجزء الثاني بيجي من البريسايكل. الاثنين مع بعض بيكونوا لي حلقة كاملة من الفاسكولار كامبيوم اللي هو الكامبيوم الوعائي، واللي هو بينقسم ليعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون الخشب الثانوي واللحاء الثانوي. وقلت نتيجة لنشاط الكامبيوم الوعائي وتكوين الأنسجة الوعائية الثانوية بيزداد قطر الأسطوانة الوعائية، وده بيأثر على القشرة والبشرة فيحصل لهم تمزق وينفصلوا عن الجذر. علشان كده الطبقة الخارجية من البريسايكل بتكون كامبيوم فليني كور كامبيوم اللي هو بينقسم ويعطي نسيج البريدرم. نيجي بقى للسؤال اللي بعد منه. السؤال اللي بعد منه بيقول لي برضو صمم مخطط يوضح طريقة تكشف الأنسجة الابتدائية والثانوية في الساق. هنعمله بنفس الطريقة اللي عملنا بها المخطط اللي بيوضح طريقة تكشف الأنسجة الابتدائية والثانوية في الجذر، لأن الميريستيم القمي للساق يشبه إلى حد كبير الميريستيم القمي في الجذر، يعني بمكون من جزء صغير في الطرف كده بيمثل الميريستيم الإنشائي، يليه المشتقات المباشرة بتاعة الميريستيم الإنشائي اللي هي بتتميز إلى ثلاث أصول للأنسجة أو ثلاث أنسجة إنشائية، هي البروتوديرم والجراوند ميريستيم والبروكامبيوم. تمام. طبعا بيبقى في عندي بدايات الأوراق بس أنا مش هدخل فيها هنا بالنسبة للمخطط اللي بتكلم فيه عن تكشف الأنسجة الابتدائية والثانوية في الساق، لأن احنا بنتكلم عن تكشف الأنسجة الابتدائية والثانوية في الساق فقط. فبنيجي هنا في الشمال لأن بنعمل مخطط بالإنجليزي، فبنقول ستيم أبيكال ميريستيم اللي هو الميريستيم القمي للساق، بنطلع منه ثلاث أسهم، كل سهم بيشير إلى أحد أصول الأنسجة. فأول أصل عندي البروتوديرم أو أصل البشرة أو منشئ البشرة زي ما نسميه، أو البشرة الأولية، ودي بتعطي الإبيدرمس يعني البشرة في الأجزاء البالغة من الساق. الجراوند ميريستيم هيعطيني النسيج الأساسي في الساق اللي هو بيشمل القشرة والنخاع والأشعة النخاعية. هو هنا طبعا في المخطط بيكتب القشرة والنخاع، ما بيذكرش الأشعة النخاعية، لكن احنا عرفنا ان جراوند تيشيو بيتميز الى قشرة ونخاع وأشعة نخاعية خصوصا في سقان ذوات الفلقتين. يبقى انت هنا هتكتب الجراوند ميريستيم وتطلع منه سهم ان هو بيكون الجراوند تيشيو. الجراوند تيشيو ده في النباتات ذوات الفلقتين بيشمل الكورتكس والبث النخاع زائد الميديولاري ريز اللي هي الأشعة النخاعية. الأصل الثالث من أصول الأنسجة أو من منشآت الأنسجة اللي هو البروكامبيوم، وقلنا البروكامبيوم ده أصل الأنسجة الوعائية، وده بيعطي خلايا بتنقسم وتنمو وتتشكل لتكون الخشب الابتدائي واللحاء الابتدائي. ولو انتوا فاكرين قلنا في سيقان ذوات الفلقتين تحديدا بيتبقى صف من البروكامبيوم بين اللحاء والخشب بس في حالة سكون، بنسميه كامبيوم الحزمي، بنسميه كامبيوم الحزمي. يعني البروكامبيوم لما بينقسم بيعطي خلايا للخارج تتشكل الى لحاء ابتدائي، وخلايا للداخل تتشكل الى خشب ابتدائي، وتبقى صف منه بين اللحاء الابتدائي والخشب الابتدائي بنسميه كامبيوم الحزمي. ده في حال سيقان ذوات الفلقتين بس. انا كده لحد الان اتكلمت عن تكشف الانسجة الابتدائية، عايز اعرف بقى ازاي هيتم تكشف الانسجة الثانوية زي ما حصل في الجذر. عرفنا ان في جزء من البروكامبيوم بيبقى موجود بين اللحاء الابتدائي والخشب الابتدائي في حال السكون بنسميه كامبيوم الحزمي. الحزم الوعية في سكان ذوات الفلقتين مترتبة على هيئة حلقة، بس الحزم مش ملتصقة ببعضها، في بينها وبين بعض
مسافات، فانا في عندي كامبيوم حزمي موجود بين اللحاء والخشب داخل الحزمة الوعائية، تمام؟ لكن المسافة بين الحزم وبعضها ما فيهاش كامبيوم. فقلنا لما يجي يحصل النمو السنوي بينشط الكامبيوم الحزم اللي موجود داخل الحزم، والخلايا اللي موجودة بين الحزم وبعضها اللي بنقول عليها الأشعة النخاعية صف منها بيستعيد القدرة على الانقسام ويتحول لمرسيم ثانوي علشان يربط أشرطة الكامبيوم الحزم اللي موجودة داخل الحزم ببعضها، فتتكون حلقة كاملة من الكامبيوم الوعي. وبكده تبقى حلقة الكامبيوم الوعي اللي هتتكون جزء منها ناشئ من البروكامبيوم اللي بنسميه الكامبيوم الحزمي اللي هو موجود داخل الحزم، وجزء تاني ناشئ من الأشعة النخاعية اللي هي جزء من المريستيم الأساسي وبنسميه كامبيوم البين حزمي. الاتنين مع بعض بيكونوا حلقة الكامبيوم الوعائي. طيب بعد ما تتكون حلقة الكامبيوم الوعائي بتنقسم طبعا علشان تعطي اللحاء الثانوي والخشب الثانوي سكندري زايلم سكندري فلويم. ونتيجة لحدوث النمو الثانوي أي زيادة السقف القطر واتساع الاسطوانة الوعائية بيحصل ضغط على البشرة والطبقات الخارجية من القشرة فتتمزق. هذا التمزق لابد من علاج له، علشان كده خلايا القشرة السليمة اللي موجودة أسفل التمزق بتستعيد القدرة على الانقسام وتتحول لمريستيم ثانوي هو الكامبيوم الفليني الكورك كامبيوم أو الفيلوجين اللي هو بينقسم عشان يكون لي نسيج البريديرم يحل محل البشرة والطبقات اللي اتمزقت من القشرة عشان يعمل أنسجة داخلية. وباستمرار حدوث النمو الثانوي في الساقس عام بعد عام بيتمزق البريديرم اللي كون في البداية ويحل محله بريديرم جديد بينشأ من أنسجة أعمق من الأنسجة التي نشأ منها البريديرم الأول، وهكذا كل عام يتمزق البريديرم اللي كون ويكون بريديرم جديد إلى أن يصل الأمر إلى أن ينشأ الكامبيوم الفليني اللي هو بيكون البريديرم من بارنكيما اللحاء الثانوي. عشان كده هتلاقينا أخدين سهم من الجراوند ميريستم وسهم تاني من السكندري فلويم بنشير بيهم إلى تكون الكامبيوم الفليني اللي بيكون النسيج البريديرم. وبالتالي المخطط بقى لما نيجي نقوله تاني سريعا باختصار، الستيم أبيكال ميريستم اللي هو الميريستيم القمي بيتميز إلى ثلاث أنسجة إنشائية هي البروتوديرما أو أصل البشرة، ودي بتعطي البشرة في الأجزاء البالغة من الساق، والبروكامبيوم اللي هو أصل الأنسجة الوعائية وده بينقسم لكي يكون اللحاء الابتدائي والخشب الابتدائي برايمري فلويم أند زايلم، والجراوند ميريستيم اللي هو الميريستيم الأساسي وده بينقسم ليعطي خلايا تكون النسيج الأساسي في الأجزاء البالغة من الساق، واللي هي بتتميز في سيقان ذوات الفلقتين الى كورتكس القشرة، بث اللي هو النخاع، ميديولاري ريز اللي هي الاشعة النخاعية. كده اتكونت عند الانسجة الابتدائية. لما بيجي يحصل النمو الثانوي بتتكون في البداية حلقة الكامبيوم الوعائي، يعني دي اول خطوة في حدوث النمو الثانوي. هذه الحلقة تتكون من نسيجين، النسيج الاول اللي هو أشرطة الكامبيوم الحزم اللي موجودة داخل الحزم الوعائية واللي هي بتمثل بقايا من البروكامبيوم، عشان كده أخدين سهم من البروكامبيوم للفاسكولار كامبيوم، يعني علشان نقول إيه إن حلقة الكامبيوم الوعائي ده جزء منها بيبقى جاي من البروكامبيوم اللي هو الكامبيوم الحزمي اللي موجود داخل الحزم الوعائية، وسهم تاني أخدينه من الجراوند ميريستيم علشان نقول ان الجراوند ميريستيم او الميريستيم الاساسي بيساهم في تكوين حلقه الكامبيوم الوعائي. الخلاصه ان الكامبيوم الوعائي بيتكون من البروكامبيوم والجراوند ميريستيم الميريستيم الاساسي، ولما بينقسم بيعطي اللحاء الثانوي سكندري فلويم والخشب الثانوي اللي هو سكندري زايلم. نتيجة حدوث النمو الثانوي زي ما قلت بيحصل تمزق للبشرة والطبقات الخارجية من القشرة، فلابد ان يكون كامبيوم فليني علشان يعطي لي نسيج البريديرم اللي هو هيحل محل البشرة اللي اتمزقت
في حمايه الانسجه الداخليه. الكامبيوم الفليني ده بيجي منين؟ جزء يعني في البدايه بيتكون من الطبقات السليمه من القشره اللي هي بتوجد اسفل الانسجه اللي اتمزقت، ولما تخلص القشره خالص يبدا يكون الكامبيوم الفليني من الخلايا البارنكيميه المكونه للحاء الثانوي او بارنكيما اللحاء الثانوي. ننتقل للسؤال التالي، والسؤال هنا بيقول: صمم مخطط يوضح مراحل نشأة وتكشف نسل الورقة البسيطة في نباتات ذات الفلقتين. وانا تناولت شرح هذا المخطط قبل ذلك في المحاضرة الاخيرة اللي شرحت فيها التركيب الداخلي للاوراق، ووضحت نشأة وتكشف نسل الورقة البسيطة في نباتات ذات الفلقتين على رسومات توضيحية، ثم على المخطط اللي انا عرضه عليكم الان. بس انا هشرح على المخطط ومش عايز اعيد تاني رسم على الرسومات علشان ما اطولش عليكم، لان انا هنا بجاوب على سؤال. لكن لو الكلام لقيته مش واضح بالنسبة لك تقدر ترجع للمحاضرة رقم 15 في المكرر، تحديدا الجزء الاول من المحاضرة اللي شرحت فيه نشأة وتكشف نسل الورقة البسيطة في نباتات ذوات الفلقتين على الصور والرسومات التوضيحية. قلنا في المحاضرة ان الاوراق بتنشأ من نتوءات ميرستيمية بتوجد على جانبي الميرستيم القمي، تعرف ببدايات الاوراق. بدايات الاوراق دي ما بتظهرش فجأة، لكن اول حاجة بتظهر منها نتوء صغير جدا، يعني اول حاجة بتظهر من بداية الورقة نتوء صغير جدا كده، يدوب يبقى بارز قليلا عن سطح الميرستيم القمي، بنسميه سند الورقة. ثم يزداد هذا النتوء طولا بدرجة بسيطة كده عن طريق انقسام خلايا بجدر موازية وعمودية على السطح، وبنسميه في الحالة دي بمحور الورقة. محور الورقة ده بيوجد في طرفه مجموعتين من البدايات الميرستيمية، بنسميهم الميرستيمات الحافية. تاني، بيوجد في طرف محور الورقة مجموعتين من البدايات الميرستيمية بنسميهم الميرستيمات الحافية. ما بنقول بدايات يعني نقصد خلايا إنشائية. هذه الخلايا الإنشائية بتبقى منتظمة في شكل صفين طوليين، صف للخارج اللي هو على سطح محور الورقة، وصف تاني إلى الداخل. تمام؟ المجموعتين دول او الصفين دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم بدايات حافية وبدايات تحت حافية، او خلايا انشائية حافية وخلايا انشائية تحت حافية. يبقى تاني علشان ما توش مني، بيوجد في طرف محور الورقة مجموعتين من الميرستيمات الحافية، بيشملهم بدايات حافية او خلايا انشائية حافية، ودي بتبقى عبارة عن صف واحد فقط بس صف طولي من الخلايا بيوجد في طرف محور الورقة، يليه للداخل صف من الخلايا الانشائية بنسميها بدايات تحت حافية. ايه اللي هيحصل بقى؟ البدايات الحافية دي هتنقسم بجدر عمودية على السطح الخارجي، فتقوم تعطي خلايا كتير جنب بعضها بتكون صف علوي وصف سفلي. الصف العلوي بيكون منشئ البشرة العليا اللي هو هينقسم ويعطي البشرة العليا في الأجزاء البالغة من نسل الورقة. الصف السفلي هيكون لمنشئ البشرة السفلى اللي هو ينقسم ويعطي خلايا تم وتتشكل وتكون البشرة السفلى في الأجزاء البالغة من النسل. أما البدايات تحت حافية اللي قلنا إن هي بتبقى عبارة عن الصف الداخلي الذي يلي البدايات الحافية إلى الداخل في محور الورقة، فدي بتنقسم في عدة اتجاهات وتكون لي صف تحت علوي. يعني إيه صف تحت علوي؟ يعني صف من الخلايا الإنشائية بيبقى موجود أسفل منشئ البشرة العليا، وصف تاني تحت سفلي يعني بيبقى موجود تحت منشئ البشرة السفلى، وطبقات وسطية وطبقات وسطية. طيب الصف تحت العلوي ده هيديني ايه؟ بينقسم ويعطي خلايا تم وتتشكل لكي تكون الطبقة العليا من النسيج العمادي اللي هي هتبقى موجودة اسفل البشرة
العليا ده في حالة أوراق ذوات الفلقتين، أما في حالة أوراق ذوات الفلقة الواحدة فبيتكون للطبقة العليا من النسيج الأسفنجي، لأن زي ما قلنا وإحنا بنشرح تركيب الورقة إن أوراق نباتات ذوات الفلقة الواحدة عادة لا يوجد فيها نسيج عمادي إلا في عدد قليل من الأنواع. الصف التحت السفلي ده هيكون لي الطبقة السفلى من النسيج الأسفنجي اللي هي هتبقى تحت البشرة السفلى مباشرة، بس ما حدش يفهم تحت البشرة السفلى يعني أسفلها، لا تحت البشرة السفلى يعني البشرة السفلى بتغطيها، موجودة تحت البشرة السفلى للداخل. تمام. بعد كده بقى نشوف الطبقات الوسطى ده هتديني ايه، هلاقيها بتتميز الى طبقات خارجيه، يعني طبقات عليا، هنا خارجيه المقصود بقى طبقات عليا اي جهه البشره العليا، وطبقات داخليه يعني طبقات سفلى جهه البشره السفلى، وبروكامبيوم بيبقى في الوسط ما بين الطبقات العليا والطبقات السفلى او الطبقات الخارجيه والداخليه. الطبقات العليا هتنقسم وتعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون الطبقات الداخليه من النسيج العمادي ان وجدت، لان في بعض اوراق نباتات ذوات الفلقتين بيكون النسيج العمادي مكون من اكثر من طبقه. فاحنا عرفنا ان الصف تحت علوي اللي بيكون بدايه تحت حرفيه بيكون للطبقه العليا. طب في حاله ما يكون النسيج العمادي مكون من اكثر من طبقه، بقى الطبقات هتيجي منين؟ هتيجي من الطبقات العليا او الخارجيه اللي هي اتكونت من الطبقات الوسطى البداية تحت حرفيه. خلاص. طيب لو هو النسيج العمادي مكون من طبقه واحده يبقى الطبقات العليا دي هتكون لي الطبقات العليا من النسيج الاسفنجي. الطبقات بقى الداخليه اللي هي السفلى هتكون لي الطبقات السفلى من النسيج الاسفنجي، يعني اللي بتوجد جهه البشره السفلى. اما البروكامبيوم فده بينقسم ويعطي الانسجه الوعيه، لان احنا عرفنا ان البروكامبيوم هو اصل الانسجه الوعيه، فما بينقسم بيعطي خشب ابتدائي جهه البشره العليا ولحاء ابتدائي جهه البشره السفلى مكون الحزم الوعائيه اللي بتوجد في مناطق العروق. تاني راجع بقى عليه بسرعه كده، بنقول ان اول ما بيظهر من بدايه الورقه حاجة اسمها سند الورقة، ده نتوء صغير يدوب يبقى بارز قليلا عن سطح المرستيم القمي للساق، ثم تنقسم خلاياه فيزداد طوله قليلا بنسميه محور الورقة. محور الورقة ده موجود في طرفه صفين من المرستيمات الحافية أو الخلايا الإنشائية، صف منهم بيكون البدايات الحافية اللي هو الصف الخارجي اللي موجود على السطح، وصف تاني بيليه للداخل بنسميها بدايات تحت حفية. نركز بقى كده بقى، البدايات الحفية او المرستيمات الحفية دي هنا هتديني ايه؟ بقول تنقسم بجدر عمودية على السطح الخارجي علشان تزود عدد خلاياها، فبتكون صف علوي من الخلايا وصف سفلي. الصف العلوي بيكون لمنشئ البشرة العليا اللي هو هينقسم ليعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون البشرة العليا. الصف السفلي اللي بيكون منشئ البشرة السفلى هينقسم ويعطي خلايا تنمو وتتشكل لتكون البشرة السفلى للورقة. فالبدايات الحافية هنا بتكون لي البشرتين بتوع نص الورقة، البشرة العليا والبشرة السفلى. اما البدايات تحت حافية فهتكون لي باقي الانسجة الداخلية للورقة اللي هي النسيج المتوسط زائد الانسجه الوعائيه اللي بتوجد في مناطق العروق. النسيج المتوسط في اوراق ذوات الفلقتين بيتميز الى نسيج عمادي ونسيج اسفنجي. طب نشوف ازاي بقى البدايات تحت حافيها كون الكلام ده. قال ان هي هتنقسم في اتجاهات مختلفه، مش زي البدايات الحافيه بتنقسم بجدار عمودي على السطح، لا دي بتنقسم في اتجاهات مختلفه، ونتيجه كده بتكون لي صف تحت علوي، يعني صف هيبقى موجود اسفل منشئ البشره العليا، وصف تحت سفلي يعني موجود اسفل منشئ البشره السفلى للداخل، وطبقات وسطى. الصف تحت علوي هينقسم ويعطي خلايا تنمو وتتشكل لكي تكون الطبقه العليا من النسيج العمادي، لاننا بنتكلم عن نص الاوراق البسيطه في ذوات الفلقتين.
اللي هي بتتميز بانها بان النسيج المتوسط فيها يتميز الى نوعين من الخلايا، الخلايا العمديه والخلايا الاسفنجيه. اما لو هي ورقه من اوراق ذوات الفلقه الواحده، فالصف تحت علو ده هيكون لي الطبقه العليا من النسيج الاسفنجي، لان اوراق ذوات الفلقه الواحده ليس فيها نسيج عمادي الا في انواع قليله. طيب ده بالنسبه للصف التحت العلوي. طيب بالنسبه للصف التحت السفلي، هيديني الطبقه السفلى من النسيج الاسفنجي، اللي هي الطبقه اللي بتبقى مجاوره للبشره السفلى بس للداخل. طيب فاضل لي كده الطبقات الوسطى. الطبقات الوسطى دي اللي موجوده ما بين الصف التحت العلوي والصف التحت السفلي بيتميز الى 3 اجزاء. جزء جهت الصف التحت العلوي يعني بيكون لاعلى، فبنقول عليها طبقات خارجيه او طبقات عليا. وصف تاني جهت الصف التحت السفلي يعني الاسفل، فبنقول عليها طبقات داخليه او سفلى. وفي طبقات تانيه موجوده في المنتصف ما بين الطبقات العليا والطبقات السفلى بنسميها البروكامبيوم. الطبقات الخارجيه دي هتعطي خلايا تم وتتشكل لتكون للطبقات الداخليه من النسيج العمادي، اذا كان نصل الورقه بيحتوي على اكثر من طبقه من النسيج العمادي. اما لو هو بيكون من طبقه واحده، فاتكونت الطبقه الواحده دي من الصف التحت علوي، يبقى الطبقات العليا دي هتكون لي الطبقات العليا من النسيج الاسفنجي، لو النسيج العمادي مكون من طبقه واحده. طيب الطبقات الداخليه او السفلى هتكون ايه؟ هتكون لي الطبقات السفليه او الطبقات الداخليه من النسيج الاسفنجي. اما البروكامبيوم، فالبروكامبيوم ده اصل الانسجه الوعائيه، هينقسم ليعطي خشب ابتدائي ولحاء ابتدائي، يعني هيكون لي الحزم الوعائيه اللي بتوجد في مناطق العروق. وساكتفي بهذا القدر من الاسئله التي قمت طرحها على مكرر مورفولوجيا وتشريح النبات من خلال سلسله المراجعه الشامله، واللي كنا بنهدف منها الى تدريب الطلاب تدريبا جيدا على التعامل مع انماط الاسئله المختلفه التي قد تطرح عليه في هذا المقرر، وبنهدف ايضا الى التركيز على اهم النقاط والمعلومات التي يجب ان يلم بها الطالب والتي تكسبه المهارات المنوط بنا تحقيقها من خلال تدريس هذا المقرر، كما نهدف ايضا الى مساعدة الطلاب على الاستعداد الجيد لخوض الامتحانات، ليس فقط من اجل تحقيق النجاح في الامتحان، ولكن ايضا نجاح مع تفوق. ولذلك ففي نهاية هذا اللقاء بتمنى لكم جميعا التوفيق والسداد، مع اطيب تحياتي واطيب تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح الباهر ان شاء الله باذن الله تعالى، وإلى أن ألقاكم في الفصل الدراسي الثاني مع مقرر جديد. أستودعكم الله العلي العظيم الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله وأمنه ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.